بلكي علي سمع وعم يخبي علينا. لا، ما بيقدر إنه يضل هادي هيك. ويا براك وباريش، آيلا رح تحكي معهم. آيلا رح تحكي معه؟ هي ما بتعرف تسكت؟ كل ما بتحكي بشغلة بتكبر الموضوع. آيلا رح تحاكيهم ورح تنكر كل شيء. رح قلك شو رح يصير، هي رح تحكي وتطلع لنا مشاكل جديدة قدامنا. ليش لا تعمل هيك شيء؟ لأنه غايتها هيك. شو غايتها؟ لحتى تستخدم علي حجة. هذا الحكي ما بدي اسمعه. ومشان تتقرب منك. أنا عن جد صرت ما عم أفهمك. ولا حتى أنا. ليك، من هلأ ورايح حتى لو كان الموضوع علي بتتصل وبتحكي معي أنا مو معك أنت؟ بدك توعدني بهالشي؟ ما رح أوعد بشي إذا ضليتي عم تحكي بهالطريقة. القرارات، القرارات بإيدي. ألو، آيلا، قلي لي حكيتي مع الأولاد؟ شو الوضع؟ حكيت. ونكرتي كل شيء؟ ما قدرت. شو؟ يعني هن اللي بيعرفوا كل شيء هلا؟ كيف ما قدرتي؟ ما قدرت لأنه هن قروا كل دفتر المذكرات. آيلا، قلي لي شيء واحد، كيف حليتي هالموضوع؟ ألو، آيلا، آيلا حليتي هالموضوع ولا لا؟ حليته. شو حكيتو؟ فينا نحكي وش لوش؟ انتي روحي حلي هالمشكلة أول شي وسكتيون. تيكين ما عم تفهمني، هالموضوع طلع من إيدي، لازم نحكي. تمام، ببعتلك المكان والوقت برسالة. الظاهر بدها تشوفك. شو القصة بالله؟ جوليدا الموضوع مو هيك. إذا مشان علي رح إجي معك. وعدوني اتنيناتهم إنه ما رح يقولوا شي لعلي. بس هدول صغار لساتهم. يعني؟ يعني معقول توثقي بوعده؟ هذا العمر اللي بنوفى فيه الوعد، بعدين بيفسد الإنسان. بلكي قالوا حقه يعرف، أكيد هنن شي يوم رح يخبروه. ما في إجبرهم، أنا بس طلبت منهم إنه ما يحكوا. بلكي أنتوا كمان بتقدروا تقنعوهم. شو بتحبوا تطلبوا؟ قهوة لو سمحت. باخد قهوة. كمان قهوة لو سمحت، قهوتي تكون وسط، والمدام قهوة سكر قليل، وفنجان تاني يكون سادة بعد إذنك. حاضر أستاذ. شكلكن عم تلتقوا كتير هالفترة. شو ما نسيت بعد كل هالسنين كيف بتشرب قهوتها الأنسة آيلة حبيبي؟